اه سدي الحتيط اصاحبي، سدي الحتيط صراحة. شتي علاش؟ البارح الليل ما كانش عندي عليه فلوس. اه لا صح. مشاهدي الكرام، إليكم هذه المناظر الجميلة وهذا الشلال، هذا الشلال الرائع، شلال رائع موجود بنواحي إفران وبالضبط أسفل عين فيتال. صحتكم وراحتكم. إنه فعلا منظر طبيعي رائع لمن يهوى السياحة الجبلية. هذه غابة عين فيتال، غابة كثيفة عبارة عن أدغال وأشجار شامخة، أشجار عمرت طويلا بهذه المنطقة، وهي منطقة باردة شتاء تسقط بها الثلوج. خيرات المياه وافرة جدا، زيارة كانت رسمية مع العائلة. هذه أشجار البلوط وما يسمى بأشجار الفلين، لاحظوا أشجار جميلة جدا. هذه واحد لاكغوت من الداخل، مغارة صغيرة.
صحتكم مشاهدي الكرام، مناظر جميلة جدا.